السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قلق سعودي من عودة الحرب، قصف بقيق شيء بسيط بالنسبة للقادم. وإلى التفاصيل. شن ناشط سعودي هجوما على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب تحذير قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي للرياض من مغبة التصعيد ضد صنعاء، مؤكدا أن الهجمات التي تعتزم صنعاء تنفيذها لا تقارن بقصف محطتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو النفطية. وقال ناصر بن عوض القرني نجل المعتقل السعودي المحكوم عليه بالإعدام في تدوينة له على إكس: عبد الملك الحوثي يهدد بإغلاق مدار العاصمة السعودية، وولي العهد السعودي مشغول في متابعة هواياته المفضلة الجيمينج. مضيفا: هياط في تويتر ومعارك إلكترونية، وللأسف الشديد لو عادت حرب اليمن ستتدور المعركة، وسيكون ما حدث في قصف بقيق شيء بسيط بالنسبة للقادم. واختتم القرني بقوله: الوطنجية راح يورضون البلد. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.